يعني يعني السلوك ممكن نفهمه كمان من الشعب، ممكن نطرح أسئلة على سلوك النخبة دي حاجة، لكن بالنسبة للشعب لما يكون إسرائيل ما كانتش موجودة قبل كذا سنة قريب جدا، وبعدين نلاقي إسرائيل موجودة وأصبحت واقع وإحنا نقبل نسيب لها أرضنا، قد يكون صعب على الشعوب. لكن النخبة الحاكمة اللي يفترض بها أن هي تقود الناس، أنت عايز تقول أنه ما كانش عندهم سلوك صحيح لإدارة الدولة. النخبة للأسف، ودي مسألة يمكن هتعرض عليها، النخبة في نظام سلطوي صعب أن تسميها نخبة، لأنها يعني في على أقصى في على أقصى ما يمكن أن تفعله أنها تقدم نصيحة على استحياء للحاكم، وإذا لم يقبل بتسير في الطريق. يعني كم واحد شفناه عندنا في العالم العربي بيستقيل احتجاجا على سياسة مختلفة عليه، أيام 67 أيام 73 أو زيارة الرئيس السادات للقدس في 77 لحق 77 استقال ثلاث وزراء للخارجية، إنما دي مرة وآخر مرة. أنا ما استقلت قامت هيصة وحنتكلم عليها، إنما يعني مفهوم إن في مواقف مبدئية ممكن تاخدها، مفهوم إن في موقف للنخبة إنها تصدي النصح. يعني أنا عارف 67 أما كان عرض القرار هو بتاع المشروع اللاتيني ده يا خالد، وكان هناك وزير الخارجية أيامها الدكتور محمود فوزي، في راجل عظيم وقدير دبلوماسي، واقترح على الرئيس عبد الناصر في هذا الوقت ان احنا ممكن نقبل القرار ده. الرد جالنا قال لا، وانتهى الامر. ما شفتش حد برضو اعترض، ما شفتش حد استقال. يعني انا لا يعني ما بقولش ولا بأخطئ يعني ولا بألوم اي شخص، انما لازم نفهم برضو يعني النخبة اللي احنا بنسميها النخبة دي، في حاجة اسمها نخبة في نظام حر ديمقراطي الناس حسب ان ما حدش هيأذيها، وفي فرق بين نخبة. يعني سنة 67 برضو يوم 5 يونيو 67 اما اول يوم ايامة الحرب تم اعتقال 150 شخص من السياسيين القدامى قبل ثورة 52، دول كانوا كلهم ناس زي فؤاد سراج الدين الله يرحمه وغيره وغيره، يعني 150 واحد من النخبة، من النخبة لا صلة لهم بالثورة، دول كانوا اللي قبل الثورة خدوهم على ليمانتورا يوم 5 يونيو لموهم من بيوت، وكلهم ناس اللي عنده قلب واللي عنده يعني سكر. حضرتك تقول رغم انه الحدث عنده علاقه بالهزيمه، ما هم ما لهمش اي يد فيه، تم اعتقالهم نهائي.